بس عم صوري برضه يستحق. النهارده أول يوم في منصة الإبداع. منصة الإبداع النهارده بنتقدم فيها مبدع بيبدع بقاله أكتر من 30 سنة ما بين فن تشكيلي، تصميم، ديكور، عرايس، إخراج. أبدع الكثير والكثير في مصر في القاهرة للعرايس. هو اتخرج من كلية فنون جميلة بتقدير امتياز مع مرتبة الشرف سنة 67 في مشروع عن المسرح الأسود، وده كان أول مرة يتعمل مشروع عن المسرح الأسود في كلية فنون جميلة. كان النهاردة هو ليه بصمة لصاحب مدرسة خاصة جدا في فن العرايس. لما تشوف العروسة دي تعرف المبدع بتاعنا هو صاحبها. مبدعنا النهارده حصل على دبلومه في الفرقه الشعبيه من اكاديميه الفنون، وبيدرس في اغلبيه الكليات الفنيه في مصر، منها جامعه المنيا بيدرس فيها فن العرائس وفن التشكيل. اول عمل له في مصر في فن العرائس كان سنه 68، اول ما اتعين قام بتصميم عرض بحر ورجاله، وبعدين تولد الاعمال بتاعته عمل ثم عمل، منهم 80 يوم حول العالم، و شقاوة سمسم، سمسم العجيب، حلم الوزير سعدون، انا وعرايسي في المطار، لحد اخر عمل وصلنا له وهو رحله سموحه. هو بتاعنا النهارده عمل المدير لمسرح القاهرة للعرايس من سنة 95 إلى 2002، وهو حصل على جائزة الدولة التشجيعية في مجال فن العرايس والفنون. بتاعنا عمل عرايس كبيرة اتحرك المواتير لأول مرة كانت تتعمل أو إنها تتعمل في مصر، اتعملت لمعرض اكسبو في المانيا وده كان سنه 2000، وكانت عاملها على شكل فرح شعبي وبتتحرك فيه بمواتير كهربائيه. اتحرك الموضوع ده منه برضه النهارده. صمم الكتير والكتير اكتر من 50 عمل من مسرح القاهره العرايس، المسرح القومي، مسرح الطليعه، فيلم خيال مائده فرد علاء كريم، عمر الجنوب فرد حسام امام، مسلسل حادي بادي، ابراهيم يوسف حجي، الكثير والكثير من الاعمال. ده شارك في الحركه الفنيه من سنه 64 لحد النهارده. وبدعنا حاز على شهادات كتير وجوائز ماليه وابتلاء لوحات في مصر واوروبا، وبدعنا هو الفنان القدير جمال الدين. شاكر والفنان ابراهيم سالم والفنان ربنا يديله طول العمر ودلوقتي الفنان القدير احمد رفعت باجد اللي هو الناطق السينمائي المعروف. الناس دي كلها كان يجب الاهتمام بيهم وتكريمهم. بالنسبه للسؤال
نانا، وطبعا قصدي بقى نانا لانها بنتي شايلها على ايدي وهي طفله. طبعا هي بنت الفنان الكبير محمد شاكر. نشأتي طبعا انا نشأت في حي شعبي اللي هو حي الجمهورية. الحي ده طبعا مليء جدا بالفنون الشعبية والفرقة الشعبية، وأنا فاكر يعني مطرح جامعة الأزهر دلوقتي طبعا شكلي باين صغير شوية عن اللي بس هي دي حقيقة واقعة. المكان اللي كان فيه جامعة الأزهر دلوقتي ده كان عبارة عن عشر صفيح محاطة بالمكان يعني، ووراها حي البطنية أو هي أو الحياة حي الباطنية للناس اللي هم عاملين بواطن الأمور اللي هم مجاورين للجامع الأزهر، إنما طبعاً اتحولت لحي البطنية نتيجة بيع المخدرات والأشياء الأخرى اللي إحنا عارفينها طبعاً. المكان ده كان فاضي جداً ومساحة كبيرة، ويمكن اقدر اقول ان انا شفت الليله الكبيره قبل ما تتعمل العرايس شفتها في المكان ده. مكان مليء بكل انواع الفرجه الشعبيه، الناس اللي بتعمل الوشم، اللي بيبيعوا القصص المرسومه او اللوحات المرسومه للحسن والحسين وابو زيد الهلالي وعنتره والكلام ده. طبعا احنا كمان الغوازي كانوا هناك، الكلام ده كان بيتم قبل المولد الكبير بتاع سيدنا الحسين. كل اللي احنا شفناه في الليله الكبيره ده نموذج صغير من اللي كان موجود في هذا المكان. رقص الخيل شفناه هناك، التحطيط شفناه هناك، المزمار البلدي، الارجوز، هرز. وبمناسبة بقى الأرجوز وخالد زر ده، أنا كنت ساكن في حارة اسمها حارة خوشال، على بابها بيت قديم اللي هو كان فيه لو تعرفوا الشيخ إمام وأحمد فؤاد بيك، ده البيت بتاعهم. أو هما طبعا يعني بعد كده لما ساعد لما كنت أنا طفل صغير كان فيه دكانة في نفس البيت ده، كان بيجي فيها واحد حاوي اسمه نعمان الله يرحمه. طبعا كان الصبح يبقى حاوي وقاعد على باب الهورية وبيقلع هدومه ويروح خمسة يكتفوني وينط من قلب إطار عجلة وجايب معزة ويركبها فوق بقر وحاجات زي كده. الغريب بقى إن الراجل ده كان فنان جدا، بعد ما يخلص الدور بتاعه بتاع الصبح دوت والحلقة بتاعت الصبحية ديت يجي يعمل أرجوز وخيط ظل في الأوضة ديت أو في المحل ده، وكان بيدخل الطفل تقريبا بنكلة أو بمنديل يعني. وأنا كنت طفل طبعا، كان يعني ساعتها مثلا باخد إيه تعريفة مثلا مصروف إيدي، فأنا دخلت طبعا انبهرت جدا. كان ساعتها في الوقت ده أنا عندي حوالي 9 سنين أو 10 سنين، انبهرت جدا بخيال الظل، انبهرت جدا بالأرجوز اللي هو كان عامل نعمان دوت بيعمله. إنما في نفس الوقت لما بصيت للعروض اللي شفتها دي استمتعت بيها جدا، ومش عايز أسيبها، عايز كل يوم أشوفها. طب منين أنا بقى أقعد أدفع له كل يوم نكلة؟ طب ده هي كل حكاية تعريفة اللي معايا يعني. فاتفقت معاه يعني، أنا كنت في الوقت ده في المدرسة الابتدائي وكنت في فريق كشافة وبيعلمونا ضرب الترومبيتة، فاتفقت معاه ان انا اضرب له على الترومبيتة، هعمل له ترومبيتة وفي نفس الوقت يبقى انا بتفرج كل يوم على حس الترومبيتة ده. وفعلا كنت ساعات اقف الاول الترومبيتة دي الام العيال، والعيال طبعا اصحابي كل حاجة ويخشوا طبعا بيدفعوا فلوس وكل حاجه. وانا رسمت لوحه يعني حتى بعد كده لما دخلت كليه الفنون الجميله
رسمت لوحة عن الأرجوز وعن المكان دوت وعن الدكانة ديت، بس طبعا اديتها شوية من تخيلي أو بعد ما اتعلمت شوية من بالظبط من وعي، إنما هو في حاجات باللاوعي طلعت في نفس اللوحة ديت بالحاجات اللي أنا شفتها وأنا طفل. خالد ظل كان كنا احنا مستعجلين ايه ده بيتعمل ازاي وكده. العجيب بقى ان كان في راجل اسمه عم علي ساكن جنبينا في البيت اللي جنبينا. الراجل ده كان كل يوم يجيب حاجه زي النفافيخ كده ويقعد ينفخها وريحتها وحشه وفظيعه جدا، وفي نفس الوقت احنا بنلعب قدام البيت يخرج يشتمنا ويضربنا، وإذا حد منه مننا رد عليه نجري يجري ورانا يحصلنا ويضربنا علقة مبكر، وكنا مسميينه عشان كده علي حصان على أساس إن كده طويلة وكان بيلحقنا. المهم كنا طبعا بنعمل إيه بقى؟ إغاظة عن علي حصان دوت، نجيب دبوس إبرة ونروح نفرقعين له البالونات دي، بس بالونات غريبة جدا. أتاري دي هي البالونات اللي كان بيتعمل منها خيال الظل، لأنها دي معدة الحيوانات، وهو كان بيروح يلم الحاجات دي من المذبح يجي ينفخها ويعملها ويبيعها لبتوع الأرجوز ولبتوع الطبل اللي هي الطبل اللي حوالين سيدنا الحسين. دي ذكرياتي يعني عن المكان. طبعا ما كانش في دماغي ساعتها في مسرح عرايس، لأن ما كانش ساعتها بنشر مسرح عرايس. انما لما وصلت تقريبا لثانويه عامه انا كنت الاول مسرح جدا، فكنت بتمشى انا واصحابي كده لغايه الازبكيه، فكنا بنلاقي المسرح القومي كان ساعتها التذكره بسته سنين. نخش دخلت مسرحيات جميله جدا من ضمنها كرسي الاعتراف ليوسف وهبي، البخيل لسعيد ابو بكر. دخلت بقى بعد كده كانت العمليه كبرت شويه واتطورت وبدا يبقى فيه السبنسه والناس اللي فوق والناس اللي تحت، فكنت ناوي المسرح بشده لغايه ما جيت بقى دخلت كليه الفنون. فكان استاذي ومعلمي وموجهي الفنان القدير الدكتور ناجي شاكر، كان في الوقت ده بيعمل في مسرح العرايس، كان هو معيد علينا. فأنا كنت عرفت إن هو في المسرح وبدأت أروح المسرح وبدأت أشوفه، وهو ساعة البروفات والقلق اللي عليه وساعة الجمهور بيبقى قاعد بيتفرج وهو بيلف حواليه، أنا طبعاً عارفه والناس مش عارفينه يعني، فأنا قاعد عارفه. انبهرت جداً، كان عامل مدينة الأحلام مسرح الأسود، وكان أول مرة يتعمل مسرح الأسود في مصر. كنت أنا بقى وصلت في الحالة ديت بداية سنة ثالثة في الكلية، بدأت أعد لمشروع البكالوريوس اللي هو في سنة رابعة. فأنا اللي جه في دماغي إن أنا لازم أعمل مسرح أسود، هو ده المشروع بتاعي. بدأت أشتغل في العملية ديت وبدأت أتردد على مسرح العرايس ومع الأستاذ ناجي شاكر. طبعاً مدينة الأحلام هي اللي كانت النفشت بالضبط، هي اللي خلتني أتجه للمسرح الأسود، وأول مرة أفهم إن في حاجة اسمها مسرح أسود من خلال عمل الدكتور ناجي شاكر في مدينة الأحلام. كذاب. أنا مستني. هيك أنا سامع قريت الأحلام اللي هناك قلت إيه؟ طبعًا، شفت أنا جبتك إزاي؟ يا فتان. أنا جبتك أهو. إزيك يا جدع؟ أستاذي ومصداق راسي طبعًا. فنان كبير ناجي شاكر. أفخر في إن جمال الله يخليك. من يوم ما كان طالب قلت له انت عبقري، انت فنان مش كبير، وراح مسرح عرايس سبلت في مسرح عرايس.
لان احنا كنا عايزينه فنان مستقل والله. هفكر الدكتور ناجي شاكر بحاجة. دكتور ناجي جالي وأنا بعمل مشروع كان بيمص الجورية، وكان ليا أخ محاسب، المحاسب يعني واحد زائد واحد يساوي اثنين، فكان بيقول للدكتور ناجي شاكر إيه رأيك في جمال، يعني ممكن ياخد إيه في المشروع ده؟ قال له جمال ده حاجة من الاثنين، لا ياخد صفر لا ياخد 100 من 100. والحمد لله. لا هو كان مبدع ومبتكر لحاجه جديده، كان ابويا كان ما يفهموهاش، ولا الحصل حصل خد امتياز. الله يكرمك. مثل الاحلام دي واحد القعود. لسه لا ابدا ابدا مفيش حاجه، ده كان شرف ليا والله ان حضرتك تيجي، وكانت يعني فرصه جميله ان تؤكد على هذا الكلام يعني. بس فايه بقى انا ولا ايه رايك؟ مشروعك بقى الاولاني يا دكتور، مشروعك الاولاني علي بابا ال 40 حرام. لا كان الاول بحر ورجال. لا انا بتكلم على حاجه خاصه بالنسبه لشغله في الكليه. في الكليه؟ لا في الكليه. تمرين حواس وعصمه البلوك. لا عصمه البلوك كان عامل الله يرحمه. كان عامل علي بابا والاربعين حرامي. وابراهيم حواس زميلنا كان عامل حاجه اسمها ليمونه في المحليات. انا كنت عامل حاجه غريبه قوي، وكان كاتبها لي اخويا سعد الموجي، وهو كاتب اطفال، وفي نفس الوقت كنا بنقعد نتحاور انا عايز اعمل ايه؟ وهو فصل لي حاجه اللي هي مسرحيه وادي اللاشيء. هي وادي اللاشيء، وعشان كده احنا كنا خايفين زي ما الدكتور ناجي قال ان احتمال ما تتفهمش، انما الحمد لله اتفهمت. وكنت عامل المشروع عباره عن كادرات، وطبعا بتوجيه من الدكتور ناجي هو اللي اداني الفرصه الاولى ديت لهذا العمل يعني. بعد كده لما دخلت المسرح بدات بمسرحيه اسمها بحر الرجاله، كانت اخراج المرحوم ابراهيم سالم، عملت العرايس بتاعتها، ويمكن غيرت شويه في نسب العروسه. كنت اهتميت قوي، حسيت ان العروسه مهم جدا انها تبقى واضحه المعالم، واكتر حاجه تبقى واضحه المعالم فيها هو الوجه، فانا حسيت ان الوجه كان عايز يكبر شويه، وفعلا عملت النسبه تقريبا 1:3 او 1:2 حسب علاقتها بالجسم يعني. والحقيقه كان عمل لذيذ جدا، وكنت انا بتحسس في طريقي، لان لسه كنت برضه مش عارف يعني كل حاجه يعني، انا بحاول. وهو دي برضه هتنقلني لحاجه مهمه جدا، ان فن العرايس مش قوالب، مفهوش قوانين، مفهوش قولبه، ولذلك المصمم العروسه ده لازم يبقى بني ادم دائم التفكير، كل مرة يبتكر، كل مرة يحس يعمل حاجة جديدة، ومش يعني مش القصد انه لازم يعمل حاجة جديدة، لا مفيش قانون يمشي عليه أساس، فلازم هو اللي يبتكر وهو اللي يبدع في هذا العمل. كان في عرض بحر الرجال أول مرة كان النسبة مختلفة، وده اللي كان بيميز حضرتك في العرايس بتاعتك، اللي معروف ان عرايس دكتور جمال الناجي ان النسب الراس بتبقى اكبر من الجسم، عشان كده يمكن في حاجه انا هقولها لحضرتك لما جينا في اخر عرض حضرتك عامله رحله سلوحي، فكان في استغراب نوعا ما من بعض الجيل الجديد ومن الفنانين ان الراس كبيره جدا والجسم اقل، ف
فما كانوش يعرفوا ان دي يعني من الحاجات اللي هي حضرتك بتتميز بيها، اللي هي ان نسبه الراس تبقى اكبر من الجسم. دي حاجه. الحاجه الثانيه كنت عايزه برضو نعرفها من حضرتك، اختلاف ايه اول عمل حضرتك بداته وتتوالى الاعمال والابداعات لحد اخر عمل وهو رحله السموحي؟ يعني لكل عمل ليه روح ودم وفاس، طبعا حسب القصه برضو بتاعته هي بتطبع او بتدي الطابع اللي هو التصوير بيبقى عامل ازاي. بس في اختلاف دايما، يعني حضرتك في 80 يوم حول العالم غير شاطر حسان، والاثنين عرضين قفاز، في السماسم غير سموحي دول ماريونيت، في 80 يوم في انا وعريسي في المطار مختلف يمكن برضو عن حلم الوزير. يعني في اختلاف بيبقى في العمر. فانا يعني نحب ان احنا نعرف الناس ايه بتبقى الاختلافات بتبقى عامله ازاي، وان ايه اول عمل حضرتك عملته هو بحر الرجاله، كان احساسك بيه وانت بتعمله ووجهه نظر حضرتك بتختلف ازاي من كل عمل للتاني؟ زي ما بقول ان مفيش قانون للعروسه، هو كل عمل بيفرض نفسه عليا او انا شخصيا كده، يعني بقرا العمل مش مقيد. حتى في الفن التشكيلي انا دلوقتي مفيش مش غير مؤمن بان انا ابقى يعني لازم امشي على المدرسه التاثيريه، لازم امشي على المدرسه عشان جمال الموجي لازم يبقى تاثيري او جمال الموجي تجريدي. لا، انا في موضوعات احس ان انا عايز اعملها من خلال الفن التجريدي، عايز موضوعات ثانيه اعملها من خلال الفن الكلاسيكي. يعني كل حاجه وانا عايز اعملها بالطريقه اللي هي تتناسب معايا، مش حاجه مفروضه عليا ولا انا. فاللي انا فاكره مثلا في مسرحيه مغامرات الشرطه الحسان اللي انت فكرتيني بيها ديت، اخراج زميلنا المرحوم محمد عبد ربه، كان في مثلا شخصيه المفروض تتحول فجاه من شريره الى او من انسانه طيبه، اسمها دواهي، الاميره دواهي، هي ملكة وعاملة نفسها طيبة وفجأة تبقى شرير، وفي نفس لازم ده يبقى في لحظة. الشخصية دي قعدت معايا، أنا قاعد شهرين بحاول أفهم وأشوف إيه. أنا ما بحبش أرسم على طول كده، لازم أقعد أفهم كل شخصية وأحاول قدر الإمكان إن أنا أطلع منها كل حاجة على وشها، لأن هو ده اللي باين للجمهور، هو ده اللي هيشد، هو ده اللي هيكون طبيعة الشخصية. فالشخصية دي بالذات قعدت طول فترة الشهرين اللي أنا قاعد بصمم فيهم ما مش عارف أوصل لها أبدا، حاسس إن أنا عاجز تماما قدامها، لغاية لما جت لحظة وده غريب يعني، وده بيحصل متهيألي لكل الفنانين اللي في العالم كله، ان في لحظه ان انت تبقى نايم ما بحلمش ولا حاجه، انا فجاه لقيت نفسي قايم ناطط من السرير ورحت عامل سكتش. ايه هو السكتش؟ انا كنت عملت راسين راكبين في بعض، واحد شرير وواحد طيب اللي هي الاميره دي. طيب الحل ايه؟ ما هو في باروكه بتبقى نازله على طب ما الوجه التاني هيختفي. فقعدت افكر طب ازاي اعملها، لغايه اما ربنا الهمني بان انا اثبت الباروكه في نص الجمجمه بالاثنين، وبحركه بسيطه وسريعه بلف ايدي تتغير الشخصيه. فدي برضو من الحاجات اللي فكرت فيها. جيت مثلا في راجل في نفس العروسة في نفس القصة برضه، اللي هو الراجل الساقة. طيب أنا مش عايز لو حطيت له القربة اللي حواليه دي هتأيده وتأيد حركته طول العرض. طب أنا قعدت أفكر طب ده أعملها إزاي جاية؟ ففكرت لأن أنا فاكر وأنا طفل صغير شفت الحنفية الماية اللي في الشارع اللي بيروح فيها الراجل ياخد يملى القربة بتاعته، فرحت عامل
وشه كانه هو حنفيه، والمقبض بتاع اللي هو الائمه بتاعته. يمكن في حاجات كنت ساعات الاول مثلا شخص، ودي طبعا اتعلمتها من استاذي الاستاذ ناجي شاكر، الدكتور ناجي شاكر، ان انا مش لازم كل شخصيه اعملها لون وردي ولون بني فاتح ولون، لا، انا ممكن شخصيه اعملها زرقاء خالص، ممكن شخصيه اعملها صفراء خالص، وطبعا صفراء ودرجاتها وازرق ودرجاته والحاجات دي كلها. لان كان في ساعات بعض الممثلين اصدقائنا وزملائنا كانوا بيتريقوا لما بيشوفوا انا عامل كده، وبيتريقوا عليا بينهم وبين نفسهم او قدام زملائهم، ازاي انا بعمل ده؟ اذا في واحد وشه اصفر، في واحد وشه ازرق، انما انا كنت مقتنع تماما بان ده تعبير عن الشخصيه. انا بعبر عن الشخصيه من خلال اللون، بعبر عن الشخصيه من خلال الشكل، بعبر عن الشخصيه من خلال، يعني لازم الشخصيه الواحد يتناولها من كل جوانبها ومن كل زواياها. آخر مسرحية عملتها سنة 2014 رحلة سموح. ها؟ لا مدير مسرح بس. لا انت مش لازم توقف، يعني كمان فنان متميز ومبتكر ومبدع، لابد من ساعات التوقف. وعندنا زملائنا كمان، يعني الاستاذ احمد كشكي، الفنان كشكي كمان، يا عم انتوا رحتوا فين؟ استاذ عيال، عندنا مجموعه كبيره جدا من لا في ناس كده يتهيألي انسحبوا بس على رايس ومش كده نجمعهم كده نجمعهم. لا طبعا الملتقى شكراً انت جمعتنا الموهبه دي. شايف ان موهبه مصر يعني يدعو الناس اللي لهم دور في بتاع مصر، عايز يعملوا حاجات كويسه، مش المفروض ينسحبوا وياخدوا لهم التعليم، مش ممكن. دول اساتذه يعني، جمال استاذ مفيش استاذ مجموعه، ولسه هم شباب يعني. والله شباب. انا متاكد يا دكتور ناجي انه لسه في ناس كثير ما نعرفهم. لا لازم الملتقى بمصر يكون اليوم فيه مو 24 ساعه، لازم يكون 48 ساعه، يعني 12 برنامج ونشوف الله سعيد معك الصبح. استاذ جمال كل مسرحياته فيها كم كبير من العرايس، حتى بحر الرجاله، يعني انا شرفت ان انا اشتغلت فيها، فيها عرايس في منتهى الحلاوه. العرايس دي كانت بتتحط في معارض، ما اعرفش بقى عم ده التاريخ كان نجيب، يعني كان يمكن اكثر من 64 عروسه كل حتى كمان بتاع شاطر حسان، كانت الساحره اللي كنا عليها بالروسيه دي، انا كان ليا شرف ان انا لعبتها، وكانت زوزو نبيل هي اللي بتعمل الاداء الصوتي، فهي كانت روعه روعه في الاداء، وتخلي الواحد كده يبقى طاير يجري ويحس بالعروسه نفسها، لان اداء الممثل مهم جدا بالنسبه للاعب العرايس، لان هو بيتقمص الشخصيه وبكون سعيد بيها جدا. كل مسرحياته مشهور دكتور جمال بكم من العرايس المهوله، وبيقعد ربنا يديله صحه ويصمم ويعمل حاجات كتير جدا جدا جدا، بالاضافه الى المسلسلات. فاكر برضه كمان المسلسل اللي عملناه في اليونان، حادي بادي في اليونان، حادي بادي اللي انت صرفت فلوسه. دلوقتي اليونان من 1000 ليره وليله، وعملناه بالجهود الذاتيه 30 حلقه، وكلنا اشتغلنا حاجات كتير قوي فيها، اشتغلنا اتباعي لا
ضروري. عندنا اشتغلنا شهر ما شفناش اليونان دي خالص. يعني رحنا اشتغلنا شهر في اليونان. استاذ جمال عارف الموضوع. انا طبعا كنت قاعد قاعدين ونسهر ونعمل. كانت العرس بتعمل على الهواء هناك ونصور. وكنا بناخد الشوت يعني المفروض ان التصوير 7 ساعات. كنا بنطبق للشيف الثاني بيطبق معانا 7 ساعات كمان. كنا بنشتغل بعض سواء 14 ساعه في اليوم. نروح منهقين القوم ويدوبك اذا كان في اكل بناكله وننام عشان نصحى الصبح الساعه 7 يجي لنا الباص نروح الويه والاستوديو بره اليونان يعني بره اثينا يعني ما بنشوفش حاجه خالص زرع زي اللي عندنا هنا برضه بس. وربنا اكرمنا فخلصنا الشغل في شهر وكان شغل جميل جدا ومش هقولكم بقى على الباقي. اشتغلنا بس هو حكايه عروس الدواهي دي بس تراجعني لنقطه مهمه جدا بعد اذن حضراتكم اللي كان مهندسين الديكور والعرايس بتوع مسرح القرايه العرايس دكتور جمال الجنوبي واستاذ محمد كشك باشمهندسه ايه خليفه وغيرهم من المبدعين القدام كان بيتميزوا بحاجه مهمه جدا ان كل مهندس منهم كان بيعرف ميكانيزم العروسه وتشريح العروسه ويعرف الشخصية دي ايه وبناء عليها بيعمل ميكانيزم العروسة على الحركة اللي الدور عايزها فيه. للأسف احنا نوعا ما يعني بقينا بنفتقد الجزئية ديت يعني ممكن المهندسين زمان من الشباب زي ممكن يزعلوا مني بس انا فعلا ان انا عاصرت الجيل ده كله فانا كنت بشوفهم ان هما بيعملوا ميكانيزم العروسة بايديهم وتشريح العروسة بنفسهم. الجزئية دي فعلا نفسي انها تعود في المهندسين الجداد. بس نرجع لمرجوعنا التاني برضو مع حضرتك في العرايس الكبيرة دي المواتير. انا دي انا عرفتها ما شفتهاش في مصر قبل كده. ليه ايه فكرتها وايه وجهة النظر انها تبقى كبيرة وبمواتير بمواتير كهربائية؟ كان دكتور جمال عاملها في معرض في المانيا. كانت لا عرايس كان بمناسبة الإجابة على السؤال دوت هيئة المعارض الدولية كانت كلفتني بعمل معرض في ألمانيا عرض عايزين يعملوا عرض فرح شعبي بالعرايس وفي نفس الوقت ما فيش إمكانية إن ممكن تطلع فرقة عرايس وفي نفس الوقت هيقعدوا هناك شهر يشتغلوا كل يوم نفس العرض. فالحقيقة عملت لهم فرح شعبي وبيوت ريفية وساقية وكل ده بالأحجام الطبيعية وحتى العروسة بالحجم الطبيعي درجة الحصان بنفس الحجم اللي بيرقص عليه بنفس الحجم وكل ده اتعمل من خلال مواتير كهربائية بناخد حركة معينة تميز الشخصية يعني مثلا الحصان بيرفع رجله اليمين ديت مثلا وهي زي اللي احنا بنرسمهم زي اللي كنا بنرسمهم في البانوهات بتاعت الكلية مثلا وفي نفس الوقت جيبه بيتحرك معاه فبنعمل الديل مع الرجل والرقاصة أهم حاجة فيها إيه وسطها بتلف بتعمل حركة لولبية كده الراجل الزمار ده بيعمل إيه بيرفع إيده لفوق وينزلها كده فعملت فعلا وعندي الكلام ده متسجل فيديو متسجل تصوير فوتوغرافي لحركة العرايس دي طبعا كانت عمل كبير قوي وانا كنت في الوقت ده حلم انا عايز اعمله بس طبعا لجأت فيه لمهندس ميكانيكا وقلت له انا عايز اعمل كذا وكذا وكذا نعمل الحركة دي كذا فقعد معايا الحقيقة هو اللي بدأ حتى يلعب في المواتير بحيث ان الموتور
حركته سريعة، لا هو يبطئها يديها على حسب الحركة اللي احنا عايزينها بالظبط. مع موسيقى تصويرية قعد فعلا عرفت طوال فترة المعرض شغالة، والحمد لله ما حصلش فيها أي حاجة، وكانت يعني حاجة من مميزات الجناح المصري في معرض إكسبو 2000 في ألمانيا. حضرتك ايه احب الاعمال لقلبك غير طبعا ايه ابراهيم من اخراج وتاليف حضرتك، ايه احب الاعمال لقلب حضرتك وايه اللي انت حاسس ان انت طلعت فيه جزء كبير من ابداعك؟ هو بالنسبه انا كنت كل عمل بعمله بستمتع بيه الصراحه، يعني بستمتع بيه اكتر من يعني الجمهور نفسه، يعني انا بستمتع بيه طول ما انا شغال فيه انا بستمتع. وده كان مكسبي من مسرح العرايس. انا يعني انا حاربت عشان اخش مسرح العرايس. انا الناس كلها في ايام دفعتي كان حلمهم ان هم يروحوا التلفزيون مثلا. انا بصيت نفسي موجود في التلفزيون، متعين في التلفزيون. زملائي كلهم اللي اصبحوا مخرجين واصبحوا مهندسين ديكور في التلفزيون عملوا أعمال كبيرة جدا في التلفزيون، من ضمنهم فوازير رمضان بتاعت شريهان والناس دي كلها. أنا ما أغرقنيش الحكاية دي، وجالي كمان بحسن حظنا إحنا يعني كدفعة أنا جالي تعيين في مصر للطيران، قعدوا 7 مرات يبعتوا لي جوابات عشان أروح أبقى مهندس ديكور في عشان نعمل الأجنحة بتاعتهم في العالم. طبعا زملاء اللي راحوا قالوا لي انت عبيط، احنا لما جينا نطلع من خدنا مكافأة 1,000,000 جنيه مثلا، واحنا خدنا 17,000 جنيه منهم ما اعرفش 3-4,000 ضرائب ولا اي حاجات كده يعني. انما حبنا للعرايس هو اللي كان بيدفعنا ان احنا انا عملت واسطة عشان اتنقل من التلفزيون. ما رحتش استلمت، ما رضيتش استلم الشغل. ولولا ان انا كنت اعرف واحد في مكتب رئيس التلفزيون هو اللي انقذني من الموقف يعني، وجاب لي جواب ان انا ما فيش مانع اروح هيئه المسرح اذا قبلوني. وطبعا هيئه المسرح دوختني 7 دوخات عشان ادخل مسرح العرايس، وعملنا معرض للعرايس في المسرح. الكلام ده كان سنة 68 في بداية 68 في منتصف 68، ولفينا بيه كل أنحاء الجمهورية، وكان معايا زملائي الأعزاء طبعا منهم الله يرحمه عصمة البرك، الفنان إبراهيم حواس ده هاجر راح أمريكا، هو عمل عمل واحد معانا في مسرح العرايس بس، ومن يوميها راح أمريكا وما شفناهوش تاني. والهابي نجيب فنان جميل جدا، بس اثر ان هو كان بيدرس في الجامعه الامريكيه وفي نفس الوقت دلوقتي بقى مستقل خالص وعامل جاليري فنون تشكيليه وحاجات زي كده. احنا اللي جرينا عشان نخش مسرح العرايس وحبيناه، وانا حبي بصراحه المسرح العرايس زي ما قلت في الاول وفي عدم وجود الدكتور ناجي شاكر، انا حبيته من وجود من اعمال الدكتور ناجي شاكر، وكنت بشوفه برضه. كنت قلت الكلام ده يا دكتور، كنت بشوفك في البروفات في العروض قاعد بتلف حواليه بين في الصالتين الخارجيتين وعينك بتبرك كده في شايف القلق والفرحة في نفس الوقت عليه. ومن يوميها أنا حبيت هذا المكان وقررت إن أنا لازم أكون في هذا المكان، والحمد لله وبشكركم جدا و وزميلة كمان في المسرح وشاركت حضرتك في كتير من أعمالك، فشكر المرأة. طبعاً لو اتكلمنا عن دور المرأة، دور بالنسبة لي أنا أول واحدة أمي.
امي دي كانت بتعمل لي العروسه القطن دي. وانا فاكر وانا في سنه ثالثه في الكليه وكنت بدات افهم يعني ايه مسرح عرايس وكده، انا كنت ساكن في بيت في الجمهوريه في حاره في وش الحاره كده، بيت معروف هناك اسمه بيت الشيخ الموجي. انا على فكره والدي ازهري وكان خريج الازهر، وجدي وكان شيخ الطريقه الدمرداشيه، وجدي كان احد علماء هيئه كبار علماء الازهر الشريف، وكان النخب عبد الله النديم في الوقت دوت. يعني عايز اقول ان اهلي مشايخ اهم، انما كانوا متفتحين جدا وما عندهمش العقد اللي احنا بنشوفها النهارده والحاجات دي. في المناسب بقى ان البيت بتاعنا كان في اخر الحاره في الوش كده، كان دايما يقام الفرح الشعبي تحت بيتنا، يقوموا حاطين الدكك بتاعت اللي هترقص عليها الرقاصه والحاجات دي. انا في الدور الثاني، البيت كله بتاعنا يعني، بس انا كنت اطلع الدور الثاني اللي كنا قاعدين فيه انا ووالدتي. فقلت لها اعملي لي عروسه قطن بس كبيره، عملت لي عروسه قطن كبيره وعملت لها حبال ونزلتها من الشباك من الدور الثاني، وكانوا الفرقه الموسيقيه بتضرب وتفاجئوا بان العروسه دي لابسه لبس رقصه وفي وسطيهم. وكانت طبعا قلبت الدنيا في الجمهوريه، وبقيت انا بقى مشهور قوي في الجمهوريه من هذا اليوم يعني. الثاني بقى زوجتي طبعا، لانها فنانه تشكيليه برضه خريجه فنون جميله، وفي نفس الوقت هي زميلتي في العمل اللي هي الفنانه نوره نجاتي. والحقيقه احنا يعني انا عايز اقول انها ساعدتني كتير قوي قوي. يعني انا من النوع بحب دايما اخد الراي، يعني كل ما اعمل حاجه ابقى محتاج نفسي حد يبقى جنبي يقول لي ايه رايك فتقول لي. فساعات انا يعني حتى بيجي وقت هي مثلا مش معايا ببقى يعني مرتبك يعني حقيقي، ببقى حاسس ان هي معايا على طول وفي ظهري وسند ليا في الله يخليك. بس ده يعني حضرتك بالنسبه لي تمام، وانا بتابع على كل صوره بتطلع في الصحافه بتجيب صوره من لوحاته وبيتشري دائما بلونه بحركه الريشه تبعته بحركه بعرفش التكوين، بفهمش كثير، بحس انا مسرحي بحس الاحساس، فدائما بيسحبني بضل اطلع فيها. اكثر صور بتاملها صور فنانين تشكيليين بشكل عام، وما يتوفر من اعماله اللي علاقة بدمها دائما يعني في شيء يسحر ويشوفه. اليوم الحقيقة اكتشفت ساحر آخر، ساحر في دماغه وكيبته وتواضعه. هذا الزلمة كان اليوم متواضع كثير، يعني احنا امام قامة وتجربة ووجهة نظر تشكيلية ووجهة نظر فنية ووجهة نظر مهمة جدا. انا بشكرك انك قبلت تكون على منصة الإبداع، بشكرك لانك اتجسمت على الانتظار اليوم. الحقيقه انا شخصيا اليوم بالنسبه لي فرح كبير اني شفت هذه القامه، وبالتاكيد طبعا هذا الرجل اللي الله بعث لنا اياه اسمه ناجي الشاكر، دائما 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 كل ما يدور في فلكه هو شيء جميل. استاذ الموجي شكرا جزيلا. لنا كلمة. أشكركم جميعا. الدكتور سيد علي طبعا. أنا أجي لك مهنين وقت. أجيك لازم. بسم الله الرحمن الرحيم.
طبعاً أنا في قمة السعادة بوجودي جنب الدكتور إيهاب شاكر والدكتور جاني الموري. شيء كان سعيد جداً لأنني عرفت على هؤلاء وعلى غيرهم من القمم على الأوراق. مشكلتي في حياتي يعني أعرف الناس من خلال الأوراق. حقيقةً أنا في قمة الحزن لأنني فشلت في أنني أقيم أهم وأعظم معرض مستنسخات لهؤلاء. وعدت الأستاذ عنان منذ شهرين، قلت له سأقيم لك أروع وأعظم معرض مستنسخات لمسرح العرس في مصر غير مسبوق. شاء القدر أن يمنعني من ذلك. أقولها الآن، أنا كانت مجموعة من البنارات وأظن ألمحت إلى ذلك منذ أسبوع واحد فقط عندما تنازل الدكتور ناجي شاكر وقابلني ضمن الأصدقاء في الفيسبوك فوضعت له الآن سعادة بالنسبة لي. فقلت له مقابل ذلك إليك، فوضعت له مجموعة من أغلفة البامفلتات والإعلانات النادرة لأعماله الأولى. في اليوم الثاني كان اللقاء مع الدكتور جمال المومي، وفوجئت إن واضح من كتر شغلي في الذاكرة أنسى نفسي. فذكرني أن الدكتور سيد إحنا كنا زملاء في استراحة واحدة في ألمانيا من سنة 95. أنا لناسي هو المتذاكر. فمقابل ذلك أيضا وضعت نعم بقول لك أنا أوثق من غيري وأنسى نفسي. فوضعت له أيضا مجموعة من البافيتا. أقولها الآن وأفشي السر، أكثر من 90 بنر كانوا على وشك الظهور في هذا اليوم. كل بنر بصور وبامفلتات بألوانها من الستينيات مع مجموعة من الوثائق النادرة ضمن هذه الوثائق. 13 تقرير رقابة عن مسرح الطفل السري للغاية غير منشور وغير معلن من ستينيات القرن الماضي. نقدر نقول المطوية الوحيدة للمسرح الأسود الذي جاء إلى مصر سنة 1966 بحالتها، كانت ستصور وتوضع في مطوية في بنر خاص. مقالة عن المسرح الأسود باللغة الإنجليزية مترجمة من ليلى ذات غير منشورة. أشياء كانت نادرة مع الصور الأولى الأبيض والأسود لجميع العروض التي تمت في ستينيات القرن الماضي. هذه الأشياء كانت كلها جاهزة وكنت داخل تحدي، ولكن القدر منع هذا الأمر. فحبيت أن أقوله وأقول سبب بسيط، إن مصر إن المعرض سيصنع في وقت آخر وفي زمن آخر. ومن هنا أقول الشيء المهم جدا لأنا حزين عليه هو مسرح العرايس من خلالي. عندما قال الدكتور جمال موبي يعني يا ريت كان في ناس آخرين، نعم له حق. مجموعة البامفلتات اللي معانا وهي قليلة مش كثيرة تقرأ فيها أسماء لا تخطر على بالك. يعني عندما قال أحمد فرد بهاء أحمد رفض إحنا كنا عارفين بناقد واحد، لما تشوف البامفلتات اسمه موجود تحس إن هو الكاتب الأول في هذا الزمن. نقطة في غاية الأهمية، الكلمات الموجودة في البامفلتات من الداخل لما تلاقي دكتور ناجي شاكر أنا واثق إن هو ناسي حتى صياغة الكلمة اللي كتبها، كلمات موجودة في أول صفحات كلمة المخرج أو كلمة الديكور، كلمات تدرس من كثر من كثرة ما فيها من معاني. والأسماء اللي موجودة أسماء انتهت من الزمن. ولذلك أقول أتمنى من كلهم جميعا
كل من لديه بامفلت او برنامج من هذا الزمن يحتفظ به. اتمنى لو يبقى في مشروع بسيط وهو انشاء موسوعه لهذه البامفلتات، لو صورت بالوانها ووضعت بالترتيب الزمني يبقى عندنا 3-4-5 كتب جيد موسوعه، موسوعه البامفلتات تحافظ على اللون وعلى الشكل وعلى الرسم وعلى الاسماء. وشكرا واسف للاطاله. شكرا ونشكر جمال الجمهوري، وان شاء الله نلتقي في المنصات القادمه ان شاء الله.